السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم. طابت جلساتكم إلى فيديو جديد خفيف ظريف وفكرة جديدة لنهار اليوم. كما راكم تشوفوا اليوم راني حاطت لكم هذا السكاي، بغيت نخدم لكم به نموذج ساهل ماهر. كما راكم تشوفوا هذا الدوغي كان عندي، حبيت نخدم به نموذج تاع لي سيرفيات اللي ندخلوا فيه لي سيرفيات. الوغ فوالا كيما هاكا، انا درتو على شكل بابيون. هذا البابيون البنات تخرجوا الرشمه من الانترنت، من البيسي، ترفدوا الرشمه على الورق، ومن بعد هذيك الرشمه طبقوها على الكرتون، ومن بعد كي تطبقوها على الكرتون تبقاو غير تحطوا فوق السكاي من هذا الجهه، تحطوا فوق السكاي وتعاودوا عليها كاع بالقلم. كي تكملوا تقصوها، ما كانش اللي ما تعرفش تقص السكاي، اكيد راكم كاع شطورات. اذا بعد اللي قصينا هاد البابيون، قطعت ثاني قطعه هكا صغيره قفلتها. البنات هنايا تقدروا تحكموها بالسيليكون، انا حبيت نخيطها هكا. وتلصقوا هذاك البابيون، ثبتوها مليح البنات. على بيها قلت لكم بغيت الابره والخيط باش تجي خدمه متينه هكذا. نموذج سهل البنات، والله العظيم غير جاني روعه. اذا ها هو النموذج البنات، وهادو درتهم باله بهذيك الاله تاع اله الكبس. اذا جا موديل اكثر من رائع. فوالا البنات، هذه هي فكره اليوم، جات ولا اروع روعه. شوفوا البنات روعه، يعني مع الصينيه تاع قهوه راح تجي تهبل. نتوما البنات تقدو ديروها بلي كولور، تقدو كل وحده والذوق تاعها، تقدي ديري بها ديري لا كولور تاع السيرفيس تاعك. انا فضلت نديرهم دوغي. ان شاء الله البنات تكون عجبتكم هذه الفكره. اكيد اذا كان عجبتكم ما تنساوش تكثروا لنا لي لايك، وما تنساوش اشتراك في القناه ليصلك كل ما هو جديد. ان شاء الله الفيديو المقبل راح ندير لكم سرابيت شابين. اليوم درت لكم الموتيف، والفيديو المقبل ان شاء الله ندير لكم سرابيت شابين. إذا دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.